السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرة أخرى مع دروس بسيطة وسهلة وسريعة وشروحات مفيدة. سنشرح في هذا الفيديو بعض المواقع التي تقدم خدمات مجانية مثل رصد الزلازل، الطائرات وغيرها. سنشاهد مثلا رصد الطائرات، ثلاث مواقع: رصد السفن في البحار موقعين، رصد الزلازل موقع يقدم لك واي فاي أو كلمة سر واي فاي حول العالم، كاميرات مباشرة وكاميرات مثبتة فوق السيارات في العالم، وموقع للأقمار الفضائية الخاصة بالإنترنت. كذلك طريقة البحث عن فيديو مباشر في اليوتيوب والفيسبوك. قبل ذلك يمكنك دعمنا باشتراك في القناة، من هنا اشترك وفعل الجرس ليصلك كل جديد. نبدأ الآن بأول موقع لرصد الطيران أو حركة الطيران. مشهور هذا الموقع فلاي رادار 24، فيه الكثير من الميزات. بمجرد ضغط على الطائرة يعطيك معلومات الكثير عنها، كذلك عن المطارات. مثلا هنا مطار هوري بومديان، ويمكنك معرفة الطائرات التي ستهبط والتي ستقلع أو أقلعت والكثير من المعلومات في هذا الموقع، مجاني 100%. كذلك موقع مشابه هذا هو في اسمه فلايت اوير، فيه الكثير من المعلومات، كذلك طائرات وغيرها. والشيء المميز عند الضغط على المطار يعطيك تفصيل اكثر للرحلات التي اقلعت والرحلات القادمة والمجدولة وغيرها، يمكنك الاطلاع عليه. كذلك موقع ثالث اسمه بلان فيندر، فيها الكثير من المعلومات. بمجرد ضغط على الطائرة مسارها اسمها نوعها وغيرها والكثير من المعلومات. نمر الآن إلى نوع آخر من المواقع الرصد وخاص بحركة البواخر. في هذا الأسبوع السابق كان الطلب على هذا الموقعين كثير بسبب تلك السفينة العالقة في قناة السويس. كما نشاهد حركة البواخر كثيفة في هذا الجانب من الفناء، في الجانبين من القناة. في هذه ميزات المواقع كثيرة جدا. مثلا الموقع الثاني أفضل، هذا هو كذلك اسمه واصل فيندر، فيه الكثير من الميزات، منها خاصة بالمتخصصين في البحار. هنا الخرائط نوعها كما نشاهد خريطة ساتيلايت وخريطة أخرى تفصيلية تخص مثلا البحارين، فيها الكثير من التفاصيل، خطوط، مربعات، دوائر وغيرها. أكيد البحار يعرف ماذا تعني. هناك وحش في هذا المكان. خريطة أخرى مثلا هذه الخريطة كذلك فيها الكثير من الأكواد الخاصة بالقباطنة وغيرها. هذا بالنسبة لمواقع رصد السفن. نمر إلى موقع آخر وهذا لرصد الزلازل حول العالم، وهو أوروبي. فيه الكثير من الميزات، يمكنك رصد زلازل حدثت منذ أسبوعين، منذ أسبوع، آخر ساعة وغيرها. بمجرد ظهور نقطة حمراء فهذا يعني أنه حصل زلزال هناك، بالضغط عليه يعطيك الكثير من التفاصيل. في الأسفل كذلك الزلازل التي وقعت حول العالم، بمجرد ضغط على أي تفصيل يعطيك تفاصيل أخرى، ليست دقيقة 100% ولكنها معلومات مهمة. نمر إلى نوع آخر للمواقع. هذا الموقع يخص معرفة باسورد أو كلمة سر الواي فاي في المطارات. مثلا مطار هوري بومديان، ذلك كلمة سر لم تتغير 1 إلى 8. كذلك هنا نشوف إلى هذا الموقع، هذا الموقع فري وإذا لا يوجد فيه كلمة سر، فيمكن أن يساعد البعض هذا الموقع لمعرفة كلمة سر واستخدام الإنترنت. نمر إلى موقع آخر وهذا الموقع لرصد أو متابعة كاميرات المباشرة حول العالم، اسمه إيرثكام، فيمكنك متابعة كاميرات حول العالم مباشرة من هنا، خاصة مثلا في حدائق الحيوانات، متابعة كاميرات من حدائق حيوانات حول العالم مباشرة.
موقع آخر كذلك شبيه بذلك وهو سكاي لاين، ففيه كذلك كاميرات مباشرة حول العالم من مدن متعددة حول العالم. يمكنك المشاهدة مثلا هذا نيويورك، فكما نشاهد الآن نيويورك حاليا مباشر لايف. الآن يوجد شخص يتحكم بهذا الكاميرا. نشاهد كذلك هذا الموقع ويخص كاميرات مباشرة، ليست مباشرة، مسجلة من مركبات تسير حول العالم في مدن. مثلا تختار من هنا برشلونة، فيعطيك أي كاميرا تم تسجيلها كمشاهد وتستمتع بالتجول في المدينة برشلونة. كما أنه هنا يمكنك تشغيل راديو من هذا المكان والاستماع ذلك الراديو لذلك البلد. كثير من المدن حول العالم، دبلن، دلهي، دبلن، هامبورغ، فشيء ممتع صراحة، يمكنك المشاهدة فقط. نمر كذلك إلى موقع آخر وهذا خاص برصد أقمار صناعية لستارلينك والتي يتكلم الكثير عنها. فمثلا هنا فوق الجزائر نشاهد الأقمار التي ستمر فوق الجزائر وليس تدور وليس تحوم فوق الجزائر، هذه تمر فقط. الآن مر هذا القمر، في المرة القادمة ربما يمر قمر آخر وغيرها. تشاهد مسارات هذه الأقمار، كما أن هذه الأقمار لا تغطي الكثير من البلدان العالم مثل شمال أوروبا كما نشاهد هنا و كندا. فكانت هذه المواقع يمكنك الاستفادة منها أكيد على حسب الظروف. نمر الآن إلى اليوتيوب. تريد مثلا مشاهدة فيديو مباشر، تكتب USA مثلا فيظهر لك نتيجة، ثم فلتر تبحث على مباشر. في نفس الشيء تقوم بمثلا عند المباريات وغيرها تقوم بنفس الشيء. هنا يمكنك متابعة بعض المدن، ساحات، حدائق وغيرها، مثلا تايم سكوير في نيويورك مباشر تشاهد مباشرة. كذلك في الفيسبوك بنفس الطريقة، هنا تقوم بالبحث عن واتش وفي القائمة تجد بث مباشر، وفيه تجد الكثير من البثوث المباشرة لأشخاص، لقنوات وغيرها من خدمات البث ببساطة. إذا كان هذا شرح اليوم، شكرا للمتابعة، لا تنسوا الاشتراك أكيد في القناة، يمكنك دعمنا باشتراك ولايك للفيديو. إلى الشرح القادم، دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام.